بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم المرة دي على بعد ما نزلنا الداتابيز، هنتكلم على الدرايفر. خلاص احنا اتكلمنا عليه قبل كده، الدرايفر او الكونكتور اللي هيخلي اللي هو الوسيط، الجي دي بي سي درايفر اللي هيبقى وسيط اللي هيفهم كوتلين وهيتفهم داتابيز ويعمل اتصال اللي هو شبيه الموبايل. فهخش اعمل داونلود ماي اس كيو ال جي دي بي سي كونكتور زي ما اتفقنا كده، او تغير كلمة ماي اس كيو ال وتحط اي نوع داتابيز اللي انت عايزه. بعتني على الموقع الرئيسي بتاع dev.mysql.com وانا افضل الموقع الرسميه. قلت له ماشي، طلع لي ماي اس كيو ال وسيلكت اوبريتنج سيستم على ويندوز. قلت له انا مش عايز ويندوز ومش عايز الكلام ده، انا هختار اللي هو بلاتفورم اندبندنت، يعني بدون ايه الاعتماد على 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 اوبريتنج سيستم معين. فلقيت ايه الزي اي بي فايل، قلت له ماشي الزي اي بي فايل كويس، هو 4 ميجا اصلا كله. فقلت له اعمل داونلود، قال لازم تعمل لوجن على على اوراكل. فقلت له نو ثانكس، هو من اوراكل يعني تصنيع اوركل يعني. قلت له ماشي داونلود، هتحطه فين؟ احطه في اي مكان بقى اللي انا عايز اعرفه. الماي اس كيو ال كونكتور، خد بالك ده فيرجن 8، في ناس بتفضل فيرجن 5 وما قبله بتاع، يعني خد بالك لو لقيت اكزامبلز حاجات زي كده موجوده على الانترنت وانت بتطبق ولقيت ناس بتعمل حاجات اكزامبلز شويه قديمه ما تقلقش. خلاص على العموم، ازاي بقى ادخل الفايل ده الزي اي بي فايل اللي احنا نزلناه ده جوه الابلكيشن بتاعنا ونشتغل عليه؟ لو طلعت كده ادور على الفايل موجود فين، ايوه هو ده اسمه اس كيو ال كونكتور بجافا. طبعا عارفين جافا ليه؟ عشان جي دي بي سي، عشان الجي دي كي يعني، وكده كده الكوتلين شغال جي دي كي فما عندناش مشكله. فهم بيسموها جافا اس ان جي دي كي يعني، يعني كانت بتسمى كده فقط يعني. فقال لي خلاص انا ماي اس كيو ال كونكتور 8 بوينت مش عارف كام. طبعا هو الاختلافات مش كتير ما بين الفيرجنز، فانا اخترت من فايل وبروجكت ستراكشر في اس دي كيز مش عارف ايه. لا دور على لايبراريز. لايبراريز اللي هي المكتبات او الباكجز. خلاص دخلت عليها، دي شويه حاجات هو مسرعيها. ادوس على على الايكون بتاعت الاد، قال لي هتجيب منين. اروح ادور على الباث بتاعي، الفولدر اللي انا حاطط فيه الفايل، هفتح وافتح الملف اللي كان مضغوط وفتحناه، الاقي ملف الجار. ادي ملف الجار اللي احنا عايزينه، هو ده هو ده بيت القصيد. فاقول له اوكي، هو دي كده ايه، وعملت اوكي كده خلاص بقى الباكج كلها بكل كلاساتها بكل كلاس بقت موجوده جوه الابلكيشنز. جاهزين بقى ان احنا نستدعيها ونبدا نكتب كود ونشتغل عليها زي الفل، مفيش مشكله ان شاء الله.